ورجعنا لكم تاني في الفقرة اللي انتوا طالبينها. احنا طبعا كلنا كبنات عندنا مشكلة في حوار الميك اب واحنا خارجين من البيت. طبعا بشوف الصبح بنات بيروحين الجامعة، رايحين الشغل، الكلام ده كله، بنلاقي يا اما مفيش خالص فبيبان كأننا وشنا باهت او كأننا نايمين او الكلام ده كله، يا اما بنحط الطريقة بنحس ان احنا رايحين فرح وسواريه يعني ده ما بيتناسبش مع طبيعة العمل اللي انا ببقى فيها وقتها. فاحنا محتاجين ان احنا نظبط، احنا دلوقتي في حاجة بتبقى للشغل، في حاجة بتبقى للخروج الهادي لو انا خارجة الصبح، في حاجة بتبقى لو انا رايحة مكان فورمال، وفي حاجة لو انا رايحة سواريه، وفي حاجة انا اقدر اعملها في البيت بنفسي. معايا النهاردة استاذة مادونا ميك اب ارتست. ازيك يا مادونا، ازيك حبيبتي؟ عاملة اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. قولي لنا بقى ايه الموضوع ده. بصي، هو عموما في البنات ما بتبقاش متمكنة قوي ان هي تطلع بشكل طبيعي اه الصبح، وفي بنات بتعمل بس تبقى شكلها اوفر قوي، فعشان كده مش بيعرفوا يظبطوا الدنيا. فاحنا ممكن نوريهم الدنيا على بساطة ونعرفهم ان الدنيا تبقى ازاي ماشية بطريقة بسيطة جدا وينزلوا بشكل حلو قوي. احنا عايزين لوك طبيعي، يعني انا عايزه حاجه، انا بقى انا اللي بسالك دي ليه، انا عايزه حاجه الصبح اعملها تبقى باينه كانها طبيعيه، وفي نفس الوقت ما اقعدش قدام المرايه ساعه، عشان انت عارفه طبعا احنا نصحى الصبح بدري، يا دوبك ايوه يا دوبك نلبس ونمشي يعني. هو بصي، الفكره ان احنا بس مظبطين دنيتنا وعارفين احنا هنعمل ايه، ما نبقاش رايحين نعمل ميك اب واحنا مش عارفين حاجه فيه. لازم يبقى عندنا خلفيه اصلا عن الميك اب وان ازاي نستعمله، وبعد كده نبدا نحط حاجه حاجه مع نفسينا كده، نبقى قاعدين كده ومرتاحين طب مع نفسينا. انا هزنقك قدام الكاميرا وقدام الناس في تمام ثلاث حاجات انا عايزه اعرفها. تمام اول حاجه انت عايزه اعرف الحواجب، عشان انا بشوف يا اما بيعملوا الحواجب كانها كلها خط واحد، بتبقى الموضوع صعب، انا بخاف. ايوه فعلا صح. يا اما حاجه تانية المناخير شويه، النوز اه يعني بتكلم بالاثنين عشان الناس كلها تقدر تفهم. ام انا ببقى عايزه مناخيري تبان بشكل سيمبل، ما تبانش ان هي مثلا عريضه شويه تمام مليانه شويه، وده بيدي منظر جمالي وفي نفس صح. الوقت مش بقى ملفت الصبح ولا الكلام ده. والطريقه بقى اللي بحط بيها الميك اب، الكونتورنج والحاجات دي، اللي بيسموها ايه، نحف الوش ولا نحت الوش، نحت اللي الوش. بيقولوا ايوه نحت الوش. نحت بصي، الوش. هو الكونتورنج عموما هو في منه نوعين، في منه كونتور مائي اللي هو كريمي، وفي كونتور الباودر. تمام، فاحنا عشان نتجنب ان هو يبقى اوفر قوي الصبح ممكن نستعمل الكونتور الباودر ده. يبقى ده اول يبقى حاجه هادي. استنى عشان اخد بس من بقك كده، انا اول تمام حاجه النوع اللي اجيبه اجيب كونتور باودر. اه ده الحاجه تمام الصباحيه عشان ما اه يبقاش شكلي كتير وما يبقاش ان انا عامله وشي بطريقه ان انا رايحه سهره بالليل. لا والله احنا بنخاف، انا كبنت بخاف. لا، الفكره مش محتاجه خوف خالص بجد. يعني انت بالفرش وبالكونتور الباودر ممكن تعملي كونتور ويبقى شكله لطيف جدا وحلو جدا، ويبين في وشك ان هو فعلا انت عامله حاجه، يعني انت احنا حاطه. عايزين حاجه سيمبل تبرز بقى الملامح دي كده شويه، بس انا تمام. مش عايزه كلام، انا عايزه اشوف. هنيا هنيا انا عايزه خالص. اشوف، ورينا بقى. هنيا هنيا ليكي. بصي، احنا قبل الحلقه عملنا حضرنا الوش، فانا هتكلم في التحضيرات اللي انا عملتها ماشي. عشان بس الناس تبقى عارفه. انا الاول قبل ما بعمل الميك اب لازم اظبط بشره كويس جدا، لازم اظبطها حلو قوي. يعني تمام. ايه اظبط البشره؟ يعني بحط برايمر كويس وبنضفها الاول بميه ورد او تونر، الاثنين كويسين جدا تمام، يعني برضو مية الورد برضو مش غالية وكل البنات كويسه. بتقدر اه تجيبها. يعني ميه الورد سعرها كويس اه وبتبقى حلوه جدا وبتنضف لي بشرتي حلو جدا، وبعد ذلك بتنعم البشره، تخلي تمام، البشره مترطبه كويس. دي معلومة حلوة جدا. اه وبعد كده بحط برايمر عشان اه برضو البشره لو اتجفه بنحط لها برايمر معين، لو اللي هي البشره الدهنيه بنحط لها برايمر معين. طبعا في انواع بشره كتيره، بس تمام. احنا عشان نختصر الوقت هم اكتر اتنين، الدهنيه والجافه، اه دول والمختلطه فيهم مشاكل اه دايما. دول اللي فيهم مشاكل على طول. فبنحط الاول ننضفها بميه ورد، وبعد كده بنحط البرايمر بتاعنا، تمام. وبنحط طبعا فاونديشن لاقي على الدرجه بتاع على بشرتنا وعلى درجه بشرتنا. ما ينفعش تحط فاونديشن فاتح جدا. يبقى انا اول حاجه بنضف بميه ورد، وبحط وتاني حاجه برايمر. بحط البرايمر. تمام، تمام، حلو. ده عشان بس بسهل للبنات. هو في طبعا حاجات كتير جدا بس انا بسهل عشان ايه، يقدروا هم نازلين يجيبوا الحاجات البسيطه دي يعملوا بيها. حلو قوي، ماشي. بعد كده بحط فاونديشن ايا كان الماركه اللي انت جايباها، بس يكون مناسب للبشره وما يكونش الماركه اللي هي الوسط اللي هي كوبي مثلا، ما يبقاش حلو للبشره، لازم يكون ماركه كويسه اه يبقى ماركه عشان نظيفه ايه، عشان اول درجه بس باين. اه ما بتبقى يبقاش البشره. كمان وانت اه نازله في الشمس يبقى فيه تغيير او اي حاجه، لا يبقى شكله لطيف معاكي. تمام تمام بس. وبعد كده بجيب باودر مثبت للفاونديشن والكونتور الباودر اللي قلت لك عليه ده.
تمام، حلو قوي كده. ده انا كده حضرت بشرتي كلها بحاجه بسيطه وبتبقى شكلها مناسب جدا الصبح. وفي الوقت ما اخدش وقت كتير، انا اهم حاجه عندي الوقت عشان انا بصحى الصبح ما ايوه مش انا بلاحق فاهمه يعني. طبعا، يعني الوقت انت يعني لو فهمتي الحاجات دي بتنجزي وقت جامد جدا خلاص يعني. يبقى انضف بشرتي بميه ورد واحط البرايمر والفاونديشن وحاجه قريبه لبشرتي تتناسب معايا. بس كده. تمام والفرش حلو. طبعا انت بتجيبي فرش يعني حاجه تبقى للفاونديشن اللي هي البيوتي بلندر، بتستعمليها للفاونديشن بطريقه طبطبه، وبعد كده بتجيبي حاجه للبلوز باودر بتبقى حاجه يعني ستريت ما تبقاش اللي هي كابوكي ستريت، وبتحطي بيها الباودر. تمام. بعد كده بقى بنبدا نحط الاي شادو بفرش زي كده كابوكي، تبقى تخين طبعا شويه من شكل فوق. الفرشه. وبنحط بيها الاي شادو كله في العين. تمام. في طبعا فرش صغيره للشادو، بس احنا بنقول مثلا حاجه بسيطه للبنات. انا تمام. عايز حاجه سيمبل كلنا نقدر نحط. فاحنا مثلا بس زي كده هنجيب لون مثلا فاتح، ده اسمه لون انتقالي، بنحطه في العين كلها. والوان فواتح الاي شادو الصبح بقى يعني. يعني بس بلاش نغمق ما الدنيا. ينفعش ان احنا لازم الصبح نحط لون غامق في عينينا ابدا، ولا روج غامق جدا، ده تمام. غلط جدا يعني، معلومه غلط. لازم الصبح واحنا نازلين نحط حاجات فاتحه عشان ايه، الشمس وكده هي اصلا يعني بتبقى مبينه الميك اب بطريقه صعبه. دي حقيقه. بنجيب لون كده بنحطه في العين كلها، لون الانتقالي ده بيبقى فاتح عشان يبقى العين كلها عندي فاتحه وباين. فاتحه مبين شكل العين يعني. شكل العين. انما لو انا عندي سهره بالليل عادي ان انا احط غوامق، ما عنديش مشكله. احنا خلينا في الصبح، دي اهم حاجه، احنا اغلبنا بيشتغل وجامعات المشاكل دايما دلوقتي والكلام ده كله. فعلا صح. بنفرش اللون كده في العين كلها عشان هو لون فاتح ما عنديش فيه مشكله. تمام. يبقى اول حاجه بحط لون يكون فاتح فاتح عشان اقدر بعد كده اشوف هعمل ايه. يعني نحط لون فاتح في العين عشان نعرف بعد كده احنا هنعمل بقى سهره، هنعمل بس الاساس بتاعنا نحط حاجه فاتحه في العين لو ده تمام. الصبح. انما انت لو عندك سهره ممكن بقى تغمقي براحتك عادي. تمام. تمام. كمان ده بيمشي معايا مع اي بنت، بيمشي ان انا ممكن حتى بالذات بروش لو انت فاتح سنك صغير وروش ده. فاتح بيبقى الموضوع خلصان يعني. ده هيمشي معاكي كويس جدا بالذات لو انت سنك صغير كمان. كده حطيت بصوا اللون. لا حلو قوي نبدا بصراحه. نظبط حواجبنا يعني مثلا الحواجب عشان في مشاكل كتير قوي بتطلع الحواجب. انا عندي برضه سؤال، قصه الحواجب دي عارفه اللي بيتقال عليها زي راس الحاجب دي شويه من قدام، دي بصي كارثه يعني، ما بنعرفش نرسمها. في بصي لازم نبقى نخلي الحاجب معانا بروفيشنال يعني، ما يبقاش ان هو شايز ان احنا عاملين حواجبنا بقى ونازلين، لا لازم تبقى بروفيشنال معانا. فاحنا بنعمل بنملى الحاجب من ورا وبنخلي من قدام كانه على تشعير، نرسم زي شعيرات، مش لازم نرسمه مقفول قوي يعني. ما بنرسموش يعني، نرسم لا من ورا لقدام. لا نرسم من ورا عادي يعني، عادي نملى الحاجب من ورا. بص انا هسرح الحاجب دلوقتي ونملى من ورا، هوريكي دلوقتي ازاي، ومن قدام بنعمله زي شعيرات. مش اعمله بنعمل ايه بقى، شعيرات ايه؟ هوريكي بالفرشه عادي بتاعتنا اهي، بتبقى فرشه كده بصي يعني رفيعه جدا ويعني نازله بسن صغير عشان عشان ايه تقدر ترسم ترسم معانا معايا. كويس. هوريكي ازاي دلوقتي. طب انا احسن احط جل ولا احط الاي شادو؟ هقول لك لو ولا انت حواجبك تخينه عموما وحواجبك مليانه وما يعني ما عندكيش فيها فراغات وما عندكيش مشاكل، حطي باودر عادي، انك تحطي مصحح باودر ده هيملى الفراغ. لو انت عندك فراغات بسيطه هيملاها يبقى كويس جدا. تمام. لو انت عندك مشاكل وحواجبك بتحتاجي تخنيها وتطوليها والحاجات دي لازم تحطي جل، لان اوريدي الباودر مش هيبقى نافع معاكي، هيبقى باين الفرق بين انت حاطه حاجه في حواجبك. فالجل هيغني عندها، هيخلي الحواجب هيخليها كلها طبيعيه شويه. طبيعيه، وتعملي اللي انت عاوزاه بقى يعني، ترفعيها تخنيها تطوليها براحتك. الجل كافي كويس. يبقى هو الجل يعتبر افضل حاجه لينا كبنات افضل بقى. لو انا عندهم مشاكل كبيره، انما لو انت ما عندكيش مشاكل فتمام قوي معاكي الباودر يعني. بص انا دلوقتي هعمل كده الحاجب من ورا. من ورا الاول، من ورا الاول نسيب قدام عشان نعمله بطريقه طبيعيه قوي. لا انا عايزاكي بقى تقولي الحته اللي قدام دي ازاي، هوريها لك يعني دلوقتي. كل البنات عندهم سؤال، هي السؤال ده ما بعرفش ارسم. فاهمه. بص هو انا هامله من ورا، هو طبيعي او من ورا كده تمام مظبوط. من بص قدام من قدام بقى بقى مثلا انا هجيب الفرشه وهحط فيها شويه صغيرين مش كتير عشان تبان طبيعيه، وهبدا اعمل من تحت كده لفوق كايه، كشعر يعني، كانها شعره شعر. بس من بصي تحت يعني انت لفوق. من تحت لفوق بتعملي كانك بتعملي شعر صغير. فانت بتطلعي بقى كانها طبيعيه، دي حقيقه. تبقى شكلها طبيعي برينا جدا. كده احنا كده البنات مالهمش حجه، قلنا لهم على اصعب مشكله. ما هم كتير قوي بيجي لي اسئله بصراحه عن الموضوع الحواجب واستخدم ايه واعمل ايه، ف
هما يستفادوا اهو. خليني اقول لك برضو الحواجب تبرز برضو الوش يعني يعني فرق شاسع. الحواجب دايما بتبقى مشاكلها كتيره يعني، لا اما حواجبها خفيفه فمش عارفه تعمل ميك اب كويس، لا اما حواجبها تقيله قوي فمش عارفه تتصرف معاها، فدايما مشاكلها فعلا كتيره جدا. وكان بتلاقي اغلب البنات هم بيعملوها كمان لنفسهم، بيرسموها بالقلم او بالباودر او بالاي شادو، فبتطلع الرسومات صراحه. بصي حوار القلم ده اصلا لوحده كارثه، ما ينفعش القلم ده يتعمل بيه خالص. اولا بيوقع شعر الحواجب جدا، يبقى اول نصيحه خدناها منها ما نعملش بقلام خالص خالص، وبيوقع شعر الحواجب جدا. بصوا انا اهو خلصت بوست الحاجب رسمته من قدام بروفيشنال، صراحه طلعت تحفه بروفيشنال جدا من قدام. هي دي بقى ان انا عايزه اوصل لها، مش عايزه ابقى مثلا الناس تشوفني ايه ده دي رسمه حواجبها كتير قوي، او بيبان ان هو يعني شاذ قوي مع العين. شاذ، فلا احنا نعمله بطريقه بروفيشنال فالدنيا معانا تبقى ظريفه وتبقى شكلها حلو. ده انا صراحه عجبني يعني. هنعمل التاني اهو، هنملاه برضو من ورا لقدام الاول. نعمل من ورا، نخلص من ورا براحتنا وبعد كده نعمل بقى من قدام، وخليكي براحتك خالص وانتي شغاله. اصل ما تعرفيش وقت الصبح ده او احنا عن نفسنا بنكون مستعجلين ما بيطلعش. ايوه فعلا ما بيطلعش خالص، او بيتعمل واحد والتاني ما بيتعمل. بس عشان هما بيبقوا مقتنعين ومش عارفين يعملوا. لا انتي اقتنعي او حسي نفسك لا انا هعرف اعمل ده زي الاي لاينر مثلا. البنات لا ده دي مشكله تانية، ده احنا عايزين لها حلقه كده. ده عايز حلقه لوحده نحط الاي لاينر فيه. فعلا البنات كتير بتيجي تقولي انا بعرف اعمله مثلا لو انا قاعده في البيت، لا جاجه خارجه الاقيه باظ مني لو انا نازله وخارجه. دي حقيقه. فلا انت بس تعمليه بالراحه وتعرفي انت هتعملي ايه وهيطلع معاك كويس جدا. تمام، يبقى احنا اول حاجه ملينا من الاخر للاول. من الاخر كده وبنرجع من قدام كده، نرجع من قدام نعمل شعره شعره. عملناه. طب ما فيش وصفه بقى طبيعيه تقل الحواجب بدل ما كل يوم نحتاس كده؟ في طبعا. طب هو اصلا أي حاجة. زيت الخروه حلو جدا. احطه بقى ازاي؟ هقول لك. عارفه في الحواجب والرموش بجيب مسكره فاضيه من عندي، مسكره فاضيه خالص اللي هي خلصت خلاص، وبحط فيها زيت خروع. حلو. وبعد اقعد كل يوم بالليل قبل ما انام اعمل بيها حواجبي واعمل بيها رموشي، بتقل جدا. ما شاء الله. يعني بتبقى فعلا حلوه جدا. طب انا كده ايه هسمرايز للوضع اللي هي بتقوله، يبقى احنا ننضف بشرتنا بميه ورد، ودي عند كل البنات وسهله جدا. سهله جدا طبعا. وتاني حاجه زيت الخروه، اي مسكره قديمه كلنا بيبقى عندنا الحاجه دي، اي مسكره قديمه ونروح حاطين جواها زيت، وكل يوم يوميا بالليل بنعمل بيها مكان الحواجب والرموش، بس تكون بشره نظيفه طبعا مغسوله بميه فاتره، وحاطه عليها كل اللي انت عايزاه. لازم قبل ما ننام عموما منضفين بشرتنا كويس جدا، لان فكره انك انت تنامي بميك اب او انت تقعدي بميك اب فتره طويله ده مش حلو لبشرتك. حتى لو كنت حاطه ميك اب ايه، لازم قبل ما تنامي تكوني منظفه بشرتك، حاطه لها مرطب بتاعها وتنامي. ده عشان انت بس تراعي بشرتك وتهتمي بيها وتخليها دايما ما فيهاش حبوب، ما فيهاش اللي هي البذور السوداء والحاجات دي. تمام. انا دلوقتي هلون، هحط ماسكارا. طب انا عايزه اسالك سؤال سريع، اللينسز، عشان احنا خلاص الوقت بيخلص مني. اللينسز انا بشوف ناس شبه الهاسكي. قولي لي ايه الالوان؟ بصي هو اللينسز فيه كل الالوان انت تتخيلها في حياتك يعني. لا قولي مثلا الناس اللي لونهم كذا يليق عليهم لينسز كذا. بصي هو عموما لو انت مثلا واحده سمراء ما ينفعش تحطي لينس شاذ قوي يعني هيبان قوي اللون. طب خليني اقول لك، احنا الدرجات المصريه بتاعتنا اللون الخمري. يمشي معايا يعني ايه؟ يعني العسل الفاتح حلو جدا يبقى العسلي الفاتح. لو الجري مثلا بس يبقى لون هادي، ما يبقاش اللانسس متحدده. الرمادي يعني. الرمادي اللي هو الهادي ما يبقاش متحدد العدسات. كده بصوا. طب والزيتي؟ عشان في ناس مغرمين بيه. الزيتي حلو بس ما يبقاش فاقع قوي عشان برده ما يبانش ان انت شبه الهاسكي زي ما انت. انا بقول لك انا بتخض يعني. فعشان ما يبانش كده فلازم تجيبي حاجه هاديه شويه على عينك، عشان حتى لما تيجي الناس تبص عليكي تلاقي انت مريحه. انا بحب العين. بحب الوضع اللي هو بيكون مريح والناس كلها ممكن. أيوة. انا ما اعرفش ان دي لينسز، انا بحب الحته دي. ايوه ما زي ما قلت لك الالوان الخمريه والناس زي بشرتنا كده لازم يحطوا الوان هاديه في عينيهم. انا بصراحه انا عاجبني جدا حتى اللون اللي بتقول عليه الانتقالي ده. انا ممكن احطه كده لوحده بس مش عايزه اعمل حاجه تاني الصبح. ايوه بصي انت افهمي دنيتك وهتعرفي ان كل حاجه تمام يعني. وممكن نحط اللون ده برده تحت عينينا عادي يعني، ممكن نفس اللون نحدد بيه بس كده من بره، نحط من تحت عشان نبقى حاطين اي كأننا حاطينها مكياج حلو يعني. بحدد برده من بره لجوه. من بره لجوه اهو. طيب كويس حاجه بسيطه كده بتبين معانا كمان وسع العين، العين بتوسع معانا لو احنا حددنا بنفس اللون ونوديه برده على اللون اللي احنا عملناه فوق. احنا كده عملنا حاجه مموهه من تحت لفوق شكلها. والله انا شايفه برده ان هو كده برده لوحده يعني الدنيا تمام، مش شرط احط كتير يعني. وطبعا الناس في بنات كتير قوي بتحب الرموش، بتحب الرموش جدا وسيمبل كمان.
لا لا جميل. ميرسي. يبقى احنا كده اول حاجه بنحط من جوه، سوري من بره لجوه، عشان البنات خلاص الجو لخبطوني الحقيقه. هو الميك اب، الميك اب بس عايز الميك اب ايه؟ بنحط من بره لجوه. لما بنيجي نرسم من الحواجب بتاعتنا بنرسم بحاجه بتكون جل، لو انا حواجبي خفيفه اي شادو، لو انا حواجبي تقيله ومحتاجه بس املى فراغ. من قدام بحط ايه كشعره، شعره كده ان انا بتبان عندي لون طبيعي. موضوع اللينسز، لو انا بشرتي غامقه اجيب حاجه تكون مناسبه لبشرتي، اجيب العسلي الغامق، اجيب الجراي الرمادي الغامق برضو، حاجه احس انها ايه نيتشرال، ما احس ان الموضوع شاذ قوي في وشي. تمام. طب نصيحه للبشره سريعا، البشره هقولك ماسك حلو قوي، للناس بتقعد تسالني دايما على تفتيح البشره والحاجات دي، في ماسك حلو قوي، بنجيب عسل وبنجيب زيت لوز وبنجيب لبن بودره وليمون، بنحطهم على بعض زي نعمله زي ماسك وبنحطه على بشرتنا ربع ساعه، بيفتح جدا احطه وبيرطب امتى؟ جدا. يفضل ما يكونش في ضوء، ما يكونش في شمس او في ضوء جامد. معلش بس سؤال، احنا بنجيب اي نوع عسل؟ مش عارفه احنا البنات عسل؟ لا عسل بندقق. نحل، عسل نحل عسل ابيض، كل ابيض. الوصفات بتبقى بعسل ابيض. ايوه فعلا. وبنحط الخلطه دي على بشرتنا لغايه اسبوعين، لمده اسبوعين، وبعد ربع ساعه بس، وبعد كده نغسلها. بحطها امتى، بالليل ولا بالليل؟ الصبح ما بقولك ولا يفضل امتى؟ ما يكونش في ضوء، بالليل بس. طبعا طيب الشفايف عشان بس ما نخلص، عشان الوقت هو خلص. تقريبا الوقت اصلا هيخلص عليا او خلص عليا كده. تمام. هو بس انا الشفايف عشان لو احنا حابين نكبر بس الشفايف، هقول معلومه، احنا بنرسم فوق الشفايف، بنعمل على الخط اللي فوق عشان نبين ان ايه، ان الشفايف بتاعتنا بارزه شويه. يعني دي معلومه معلومه، الشفايف دي معلش اخر حاجه بس نقولها، قوليها. معلومه. بصي، عشان لو احنا مثلا عايزين نكبر الشفايف، بنعمل خط فوق فوق خط الشفايف كده، نقعد نرسم بيه بفرشه صغيره، بنبين ان الشفايف بتاعتنا اكبر من الطبيعي. في مهام كتير بتبقى عندها شفايف صغيره وعايزه تكبرها، فاحنا بنعمل كده، بنعمل الخط فوق فوق الشفايف على الشفايف كده بالظبط. على نفس الخط بتاعنا بس من فوق، اللي هو الخط البارز ده. ما بناخدش لجوه اصلا. بناخد الخط من بره فيبان شفايفنا اكبر، ونعملها اغمق شويه من درجه الروش فيبان ان احنا معانا الدنيا تمام. بصراحه انا انبسطت معاكي جدا، ميرسي يا حبيبتي، ومش ميرسي. عارفه اقول انا لك ايه، شرفت بيكي المعلومات جدا الهايله دي جدا، حبيبتي، يعني ميرسي حليتي كل المشاكل. حبيبتي ميرسي. الزيتر اصلا بيخلص علينا، احنا مش محتاجين يا جماعه حلقه، احنا محتاجين 5 6 حلقات في الحلقه بتاعت النهارده دي. اشوفكم على خير الاثنين الجاي، كل اثنين انا معاكم، واستنونا الحلقه الجايه.